Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malik. Today, inshallah, the 12th of June 2021, corresponding to the 2nd of the Al-Qa'dah, 1442 Hijri, we have in front of us Malik, who has completed 30th Juz, inshallah, and today he'll be undergoing his imtihan, his exam. Malik, the first question to you, inshallah, can you read for us Surah Al-Nazi'at? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wan-nazi'ati ghadqa. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي نذرة واحدة أإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Second question, Malik. Can you recite from كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم
Inshallah, Malik, can you recite Surah Al-Alaq? Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم يمتد لنصفا من معصية كلا لئن لم كلا لئن لم ينتهي لنسفعا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فلندع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واجر وقترب صدق الله العظيم جزاك الله خيرا. This is the end. Yes, inshallah you can.